مستشفى. اهدي بقى ما توترينيش. شيلي هتموتي يا دكتوره. خلاص الله وانا مالك يا شيخ. دكتورة راجع، ايه اللي جابك هنا؟ انا مش مصدق يا دكتورة، مش مصدق ان واحدة زيك تحط نفسها في موقف زي ده. معقولة؟ واحدة في وضعك ومكانتك تحط نفسها في موضع شبهات زي ما عملت النهاردة؟ يا فندم صدقني انا ما فكرتش في اي حاجة غير ان انا انقذ روح، ما فكرتش في اي حاجة تانية. طالما المسألة بقى خرجت بره العيادة او المستشفى ما ملكش صالح بيها خالص، ده يبقى من اختصاص بقى الاسعاف او البوليس. لكن انت بقى تحط نفسك تحت المساءله القانونيه ليه؟ معلش يا فندم، بس انا عايز اوضح نقطه. بحكم الجيره اللي موجوده بيني وبين دكتوره راجيا، يعني انا عايز اوضح ان هي عندها مساله الانسانيات دي عاليه حبتين. طبعا انا مش ببرر وبقول اللي حصل النهارده ده صح، لا، ده لولا اعتراف المريضه اللي عندها باللي حصل كان زمان حطت نفسها في 100 مشكله بجد. طب يا فندم انا الحقيقه اللي واجعني اكتر حاجه دلوقتي ان انا وعدتها انها لا هتتاذي ولا هيتقبض عليها. برضه مش شغلتك، ما توعديش حد بحاجه مش في ايدك. صح يا فندم، صح، عند حضرتك حق، انا اسفه. طب بالنسبه لرشا لحقتوها ولا لا؟ مش بقول لحضرتك مساله الانسانيات عندها اوفر حبتين. يا ستي رشا لحقناها وهنوديها مركز لعلاج الادمان وهتبقى زي الفل ان شاء الله. تمام، الحمد لله زي الفل. طيب فندم بالنسبه لفاطمه، مفيش فاطمه يا فندم على فكره. اتفضلي يا راجل، اتفضلي. يلا يا راجل اتفضلي. معلش يا فندم احنا اسفين جدا. اتفضل. اتفضلي عن اذنك. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. لا يا دكتور راجل، اللي انت عملتيه ده كنت هتودي نفسك في 60 ده، ربنا بس اللي استرها معاكي. الحمد لله جت سليمه. ميرسي قوي يا حسام على اللي عملته معايا. ميرسي على ايه بس يا دكتوره؟ احنا جايين ايه اللي انت بتقوليه ده؟ هتسيبيني يا دكتوره؟ انت مش وعدتيني انك مش هتسيبيني؟ هتسيبيني يحبسوني؟ خدها يا ابني من هنا، خدها من هنا. ثانيه واحده يا حسام عشان خاطر، ثانيه واحده، ما تخافيش يا فاطمه، ما تخافيش، انا مش ممكن هتخلى عنك. انا هوكل لك اكبر محامي. توكلي لي؟ هو مش جوز حضرتك محامي كبير برضو؟ انتي خارجة؟ ايوه، نازلة مع ناس صحابي شوية في البنك. طب كويس، انا كمان خارجة راح عند عايشة ويمكن ابات عندها. هو ايه يا ماما موضوع البيات عند عايشة ده؟ وايه المشكلة يعني؟ صاحبتي هتمنعيني عنها ولا ايه؟ ولا هتحجري علي؟ لا يا حبيبتي انتي حرة، بس هي المشكلة هو مين هيحضر لي الفطار بكرة الصبح؟ يختنى النص عين امه. يسم الله عليك يا حبيبتي، ولا يهمك، هعمل لك الاكل واحطه لك في التلاجة، تطلعيه من التلاجة تسخنيه في الميكروويف وكولي. يعني انا كده برضو هصحى الصبح واسخن الاكل في المايكروويف؟ ماشي. يعني انت يعني اكيد هبتي عندها قوي يعني؟ ما قلنا يحتمل. طيب اوكي، بطمنيني عليكي لما ترجعي. انا يعني فرقه معاكي قوي يعني. يعني انت بتبتي بره بس انا ما بتش بره عادي؟ لا كل حاجه. لا لا لا, لا. غريبه. وحشتني يا مارك، وحشتني قوي يا حبيبي. انا عمال ادور عليك في البيت كله. هو انت قاعد لوحدك كده ليه؟ انا لما لقيتك مش جنبي قلت يبقى اكيد رحت تشرب، بعدين لما اتاخرت قلت لا بقى انا لازم انزل اعرف الراجل ده راح فين. ما أصلي ليه؟ وقعدت أتقلب يمين وشمال، ولما النوم مرضيش يجيلي قلت أطلع أقعد بره عشان ما أقلقكيش. هو أنت لسه زعلان عشان ماركو سافر؟ لا أنا كنت مش زعلانة يا تريس. أنا كل ما أجي أزعل أقول لنفسي بطلي أناني، ابنك سافر عشان يبني مستقبله وبابا مش راضي ان احنا نسافر معاه. يعني انت عايزاني يا حبيبتي في السن ده
أتغرب وأسيب بلدي. أنت تقدر يا تريز تبعد عن مصر؟ أنا ما أقدرش على بعد مصر، بس كمان مش قادرة على بعد ابني. هو اللي زود الموضوع عندي شوي. الموضوع ثابت، صديق عمري جه بعد سفر مركو. وأنا رحت فين؟ حبيبتي انت البركة، أنا ما أقدرش أستغنى عنك. لا ده كلام. أخصى عليك، أخصى عليك يا تريز. بقى بتقولي ده بعد العشرة الطويلة دي؟ عارف يا جورج، أنا بشوف الدنيا بحالتك أنت. يعني لما بكون فرحان أحس إن الدنيا كلها بتضحك في وشي، لما بكون زعلان أحس إن الدنيا كئيبة أوي في عينيا. عشان يا حبيبتي إحنا مالناش غير بعض، نزعل نزعل سوا، نفرح نفرح سوا، حتى لما بنحلم بنحلم سوا. تعرفي يا تريز إن أنت في كل ذكرياتي الذكرى يا حبيبتي اللي ما أنتش فيها أنا ما بحبش أفتكر. أنا حظي حلو قوي إن أنا أصحى دلوقتي وأسمع منك الكلام الجميل ده. بس عارف بقى إيه اللي مزعلني؟ إنك كاتب في نفسك. طب أعمل إيه؟ طب قولي لي إنتي إيه الحل؟ مش لاقي حل يا حبيبتي. لو إنت عندك حل قولي 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 يا تريز. يا حاج صفوان ثواني يا عم، اصبر بحسبها لك. حاضر حاضر.
يبقى يا سيدي الإجمالي 3,275,000. أي واحد صافي صافي 3,000,000 مش انت يا حاج صفوان، مش انت. لا هنتقابل بكره ان شاء الله بعد صلاه العصر. مع الف سلامه. مع السلامه. مين زي الراجل يقول عليا ايه؟ بتكلم من عند الكوافير حبك يعني؟ يا سلام، قول له المدام ولا بعد 3 سنين جواز ما ينفعش ابقى المدام. والله لو عليا انا اطلع اقول للدنيا كلها وبصوت الحياني انك مراتي، انما اعمل ايه؟ انت خايفه ومرعوبه من ولادك البنات. بجد يا قلبي يا زوزو. يا زوزو انت عارفه انك اغلى حاجه في الدنيا عندي. ربنا يخليك ليا، بس معلش نستحمل شويه عشان نريح دماغنا. لا اله الا الله، واحنا بنعمل حاجه غلط؟ مش احسن ما بتجيله كل مره متخفيه زي رشد اباظه في الرجل التاني؟ انا راجل مخصماك. انا مخصماك يا حبيبتي، انت اهم حد في الدنيا عندي. ربنا يخليك ليا وما تحرمش منك ابدا. السلام عليكم. رايف يا حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله. ازيك يا نسرين؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اتفضلوا. الحمد لله احسن، الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك يا حبيبي. جيت وانت امبارح الفجر. عمي عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. شفت اللي حصل يا نسرين؟ احنا لسه جايين من المستشفى دلوقتي ومش قادرين نفهم اي حاجه. الله يزي زيك يا عمي، كل ما اروح محدش يديني عقد نافع. خلاص نسفره بره يا رأس. كلهم بيقولوا مش هتفرق. ان شاء الله عمي هيرجع زي الاول واحسن كمان. يا رب يا نسرين يا رب. طب مش عايز اي حاجه يا رأس؟ ربنا يخليك يا عمي، انا اهم حاجه كنت محتاج وقفتك جنبي دي. والله يا ابني انا من ساعه ما عرفت واحنا عايزين نرجع، بس للاسف ما كانش فيه تذاكر نهائي. عارف. المهم الحمد لله على سلامتكم. المستشفى خير ان شاء الله. الو، ايه بتقول؟ ايه؟ طيب خلاص اوكي، انا جاي حالا، مع السلامه. خير يا رب. الخير على قدوم الوردين. بابا فاق الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. وانا لازم اروح له دلوقتي. يلا بينا. مؤاخذة يا دكتورة. خير؟ في ايه؟ في محضر بيسأل على حضرتك. محضر؟ في حاجة يا دكتورة؟ واقفة كده ليه؟ لا مفيش، انا بس اتطلقت. Thank you.
لله السلامة حبيبي. ألف مليون حمد لله السلامة بابا. حمد لله على السلامة ثابت يا أخويا. ألف سلامة عليك يا عم. لو سمحتوا يا جماعة يا ريت نسيب الوالد يرتاح شوية. دكتور احنا لسه داخلين. معلش كفاية كده النهاردة. هو طبعا الحمد لله فاق ودي خطوه كويسه جدا، بس للاسف فقد القدره على الكلام. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا رب. طب بالنسبه للحركه يا دكتور، حضرتك عارف من الاول يا باشمهندس. طب يا دكتور يعني هو بعد ما فاق مفيش امل ان موضوع الحركه ده يتحسن مع الوقت؟ في الوقت الراهن صعب، بس احنا متفائلين ان شاء الله بعد العلاج يبقى في امل. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. الحمد لله على كل شيء. طيب يا دكتور هو المفروض يخرج امتى؟ لا صعب نقرر دلوقتي، يعني مش اقل من اسبوع على الاقل. تمام شكرا دكتور. تفضل. ايوه ماما صباح الخير. لا انا كويس الحمد لله. يعني ايه صوتي مش كويس؟ لا انا كويسه، يعني انا هضحك عليكي ماما؟ بقول لك ايه، احنا لسه الصبح. طب استني عشان جالي ويتنج. استني ولا اقول لك هكلمك تاني؟ هكلمك تاني يا ماما. باي. الو. ايوه انا. اهلا وسهلا. طيب كويس خلاص اوكي. اجي استلمها بكره؟ مفيش مشكله، ممكن بعد بكره. ولا اقول لك خلاص انا هلبس واجي لك دلوقتي. دلوقتي. تمام اوكي. ميرسي قوي، الله يبارك فيك، شكرا، مع السلامه. أي حسنى صباح الفل يا حبيبتي. بقول لك ايه، العربيه الجديده وصلت والمفروض اروح استلمها. هعدي عليكي نروح مع بعض وتبقي انتي ترجعي بعربيتي. الله يبارك فيك يا حبيبتي، ما
مبروك عليك انت كمان العربية. يلا باي. مالك؟ مش عارفة أقولك مبروك على العربية ولا ما تزعليش عشان موضوع الطلاق. لا على فكرة مش زعلانة خالص على موضوع الطلاق، لأن أنا اللي طلبت الطلاق وأصرت عليه. راجية ممكن ما تكمليش، انت عارفة إن إحنا 10 سنين وأنا بحس بيكي كويس قوي. عشان خاطري يا حسنى بلاش الكلام ده، ملوش لازمة الكلام ده، صدقيني أنا مش بكابر، وبعدين هلاقيها منك ولا من ماما. طب قولي أختك رأيها إيه في الموضوع ده؟ أختي؟ أختي إيه بس يا حسنى؟ ما أنت عارفة أختي دي على الورق وبس، أنت أختي الحقيقية اللي مولدتهاش أمي. والله العظيم أنا لو ليا أخت عمري ما كنت أحبها زي ما أنا بحبك كده. أنا عارفة.